السلام عليكم. رحين ناخذ اول نوع من انواع البتون اللي هو الرايزد بتون. هلا الرايزد بتون زي ما انتم شايفين بيعرض للبتون بهذا الشكل. هلا لو بدنا نيجي نشوف شو مواصفات البتون، بيحتوي على اللي هو تكست باللون الابيض، بتون ملون باللون البيربل، وفي عندي اطار طبعا هو السيركل ورادياس عفوا بمقدار معين، والاطار تاعه بده يكون باللون الاحمر. فحتى نشرح الكود، بداية هو عبارة عن رايزد باتون. رايزد باتون بما انه باتون في له ايفنت اللي هو اون بريست، يعني لما اضغط عليه راح يكون في عندي اكشن. زي ما هو مكتوب فعليا ما في عندي اي اكشن، هيك يعتبر انه بضغط عليه كليك ما بيسوي اي شيء. نيجي عندي للمحتوى تاع الباتون، المحتوى تاع الباتون يحتوي على تكست من نوع ليبل. ليبل احنا بنحط الليبل اللي بدنا اياه. الكلر اللي هو لون البتون راح يكون عندي بيربل. البادينج اذا بدنا نعطيه بادينج يمين ويسار فبنحكي له بادينج ايدج ست دوت اول، يعني 20 ليفت رايت توب وبتون. هلا في حال اذا بدي اعطيه بوردر ويكون راديوس، في عندي خاصيه شيب. شيب هو راوندد ريكتانجل بوردر، راوندد ريكتانجل بوردر بخاصيتين. السايد حتى اضيف البوردر بالمواصفات، العرض 2، اللون بده يكون احمر، والستايل بده يكون عندي هنا سوليد. البوردر راديوس بدي اياه يكون بوردر راديوس دوت سيركيولر. وبالنهايه التكست كلر بده يكون عندي اللي هو باللون الابيض. طبعا التكست كلر بقدر اضيفه بخاصيتين، يا اما من خلال تكست كلر او من نفس التكست ممكن نروح على التكست ستايل ونضيف اللون الابيض. طبعا هذا رح نجيب بالضبط. هلا زي ما تعودنا اخوان في عمليه انشاء الوجت، بنروح انا على الوجت. طبعا انا اوريدي انشاته، عرفنا ثلاث متغيرات اجباريه اللي هو الليبل اللي بدي نحط على البتون، وفي عندي الباك جراوند كلر بيكون من نوع كلر وهو حق الاجباري. الفور جراوند كلر اللي هو لون النص متغير وبده يكون من نوع كلر وبحق الاجباري. هلا بما انهم الثلاثه متغيرات واجباريات، اذا احنا لازم نضيفهم على الكونستراكتور زي ما احنا شايفين. طبعا اذا حابين تشوفوا الكود، طيب في حالة البيلد أنا بدي أرجع رايز باتون، في حالة الأون بريست دو نثينج. المحتوى تاع الباتون هو عبارة عن تكست فمنضيفه. الكلر يخصص للون الباتون اللي هو الباك جراوند كلر، راح أبعث لكم إياه. البادينج إذا بدك تعطي بادينج معين، معناته أنا بعطي ليفت ورايت وتوب وباتون بمقدار 20 بكسل. الشيب في عندي بوردر سايد وفي عندي بوردر راديوس. اضفنا السايد اللي هو بيكون نوعه بوردر سايد. الاطار تاع البوردر بيكون عرض 2. اللون بيكون لون احمر ثابت، طبعا بامكاني احطه متغير زي ما بدي. والبوردر ستايل بده يكون عندي هنا سوليد. اذا بدك تخليه راديوس بضيف امر جوا الشيب، طبعا هذول اثنين من اوامر اللي هو الراوندد ريكتانجل اللي هو السايد للاطار، والبوردر راديوس اللي هو شكل الكيرف بدي اياه بمقدار 20. هلا التكست كلر، لاحظ التكست كلر هو عباره عن فور جراوند اللي انا راح ابعته. فلما نروح على الماي بيج بيتم استدعائه. شو اسم الرايز باتون؟ انا سميته رايز باتون، ثلاث حقول اجباريه. بدي اضيف رايز باتون، هذا بده يكون عندي الليبل. فهي القيمه وين راح تتخزن؟ رايحه تتخزن بالليبل، ولما بتتخزن بالليبل بده يكون عباره عن النص اللي داخل الباتون. هاي واحد. نيجي لا اللي هو اللي بعديه، لون الباك جراوند باللون بيربل. فبتروح لون البيربل بتخزن بالباك جراوند، ومن الباك جراوند بلون عندي لون اللي هو البتون. هلا نيجي للي بعديه، في عندي اللي هو الفور جراوند اللي هو لون النص المتغير اللي هو الوايت. فالوايت بده يتخزن بمتغير فور جراوند، هاي متغير فور جراوند صار ابيض، وهذا اللون الابيض بده يتخزن بالتكست كلر. فاللي بدنا نحكي اخوان بالرايز باتون، في عندي عده خصائص. اون بريست اللي هو عند النقر شو بده يساوي. التشايلد شو المحتوى اللي داخل الباتون، بده يكون عندي كلر اللي هو لون الباتون. بادينج اللي هو البادينج تاع المسافات توب ورايت وليفت وباتون. والشيب اللي هو حتى اضيف الاطار وحتى اضيف الراديوس. فداخل الشيب بيكون عندي سايد للبوردر وبوردر راديوس لمقدار اللي هو الكيرف. بالنهايه لون النص
راح يكون عندي اللي هو الفوري جراوند. فلما نيجي نعمل رن اخوان ونشوف، طبعا حنعدل على الخصائص، بنروح هنا بنعمل رن وبنستنى عليه شوي. زي ما انتم شايفين البتون يحتوي على اللي هو رايزد بتون بالمواصفات اللي احنا اضفناها. هلا اذا حبينا احنا نغير، مثلا انا ما بدي يكون راديوس، مباشره بنروح على الويدجت الخاصه اللي هو الرايزد بتون وبلغي تفعيل البوردر راديوس، وبنشوف كيف شكله بعد عمليه الرن. راح يطلع عندي ريكتانجل. زي ما انتم شايفين. طيب اذا اضفنا راديوس بصير عندي كيرف. مقدار الكيرف 20، لو مثلا بدي اخليه 50 راح يطلع عندي اللي هو بهذا الشكل. هذا كل ما يتعلق بالنسبه للرايز باتون. راح ناخذ انواع كثيره للباتون في الدروس القادمه. بتمنى يكون كل شيء واضح. الله يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.